FM. الكل ملك. Headlines. ديما نذكر بكلمة يقول هنا سي محمد رجب فرحات وأنه نبدأ بخبيرات مزيانة. أي عنده حق. فركسنا دونك إن شاء الله غدوة يكون حاضر معنا. اليوم أثث معنا النومرو متاع اليوم من كابوتشينو أمال كما كنتوا تسمعوا فيها. دونك عملنا خلطة جبنا يمين يسار في أهم عنوين الصحافة التونسية. دونك ما لقيناش خبيرة خبيرات مزيانة ولكن على الأقل نبدأ بخبر يهم صغيراتنا سيرتو أمال في جريدة الصريح. أكثر من عنوان في الحقيقة مهم تنجيو عليهم تباعا. أول عنوان اخترناه نبدأ مع صغيرات دونك جريدة الصريح في الصفحة 11 عنوان أكثر من 200 روضة أطفال فوضوية تنشط دون رقيب تجاوزات خطيرة تصل إلى حد وفاة أطفال واغتصاب آخرين. والأكيد وأنه أمان ذكروا أكثر من حالة وفاة لهذه الصغيرات هذه شانتي كبير عند منظمة المجتمع المدني ولكن كذلك وزارة المرأة عند مدام سميرة مرعي. وحالات عنف زد عنف جسدي خط تقولك زد اغتصاب آخرين. ياسين أنا من حبش كمان من حمل مسؤولية سميرة مرعي المسؤولية الكبيرة هذه خاطر اللي نعرفه مش واحدة خاطر اللي نعرفه أنها ورثت وضع مأساوي كانت رياض الأطفال وهوني يلزم كل واحد يتحمل مسؤوليته في العهد المجيد متاع للا سهم بادي رياض الأطفال معناتها تحالت بصفة فوضوية بدون أي رقابة. شفنا كيف روز الأطفال هذوك الرياض القرآنية اللي في بعض الأحيان ياسين يمنعوا أنه الوالد أو الوالدة أنها تدخل الداخل بالشوفي أنا إطار ولدها قاعد يتعلم أنت إذا ما سيدك خيش وفي ما أنت في وقت صعيب من الطفولة اللي هو 5 و6 سنين ما أنت وقت اللي تتكون الشخصية. اللي نعرفه أنها الوزيرة وزيرة المرأة قاعدة تقوم بمجهود كبير كيف المسؤولة على رود الأطفال رياض الأطفال في منظمة الأعراف زادة يعطيها الصحة هي مرأة مناضلة وقاعدة كيف تقوم بمعنتها بمجهودات كبيرة لكن مش كافي على خاطر المعنتها هذه الظاهرة هذه تفشت بصفة غريبة ويلزم في كل حي تحط واحد يعس صحيح. ولكن خلينا نرجع انت ذكرت اسم سهام بادي خلينا نقوله فما شق كبير من التوانسة سياسيين أو حتى ممكن ممثلين على المجتمع المدني يقول لك وأنه أصاب على الاتهام شات وقتها في فترة سهام بادي ولكن البريود هذيك من 2011-2012-2013 البلاد كل عرفت فوضى في أكثر من قطاع. دونك ما هيش مسؤولية كان وزيرة المرأة سهام بادي وقتها. سمحني يا ياسين يا لندراء أنا كتبت عندي مسؤوليتي أنت عندك مسؤولية كابوتشينو أنك تديره كما يلزم لا يقدر كان تصير حاجة باش تلقي المسؤولية على عاتق شكون على عاتق المخرج على عاتق صاحبة المحطة كل واحد عنده مسؤوليته ويزم يتحملها. مسؤولية سهام بادي في الفترة هذيك كانت أنها تحمي الطفولة التونسية وما تنسيش وقتها حادثة الاغتصاب وشنية قالت وقتها سهام بادي وشنو الخطابات وشنو الأجوبة اللي اعطاتهم سهام بادي الحادثة هذيك وشنو صار قدام وزارة المرأة. أنا يظهر لي باش ما ندخلوش أنا ما بالنسبة لي أنا مش حكيت شخصنا حكيت هي وزيرة تتحمل مسؤوليتها كوزيرة ما نجموش نقولوا خاطر راهو داخلة بعضها في بقعة أخرى ما أنت احنا راهو نزلنا نبرو أنها وزارتنا ما تمشيش كل واحد يتحمل مسؤوليته. أنا توا السيدة وزيرة المرأة اللي نعرفه أنا شخصيا أنه ثم مجهودات كبار قاعدة تصير باش يحميوا الأطفال ثم حاجات ناس ما تعرفهمش مثلا في فوشينا ياسين القاو مدرسة قرآنية ياخذوا فيها الأطفال من اللي عمرهم 9 سنين وان بلس بيتة من اللي عمره 9 سنين حتى 17 سنة يقعد غادي يتلقى تعليم قرآني وشرعي فقط من قداش عمر سمحت من 9 سنين يقول لك هو من 9 سنين 17 سنة هي تلقى هذا التعليم فقط لا يقرا رياضيات لا يقرا علوم لا يقرا فن لا يقرا حتى شيء. سمحني ماخو رخصه هذيك توا المشكل انه يقول لك توا هذيا توا ولينا معناتها في جدل ما بين وزاره التربيه القوميه وما بين وزاره المراه وما نعرفش شكون الوزاره الاخرى علاش على خاطر يقول لك ثم جمعيات قاعده هي تقوم بالمعنى تقوم بإنشاء
هالمدارس هذوما اللي هما خطيره. سامحني كيف قد انت ما درسها هكا شنو باش تطلع لي انت 7 سنين اخرين تحضر لي في الطالبين نتاع 10 سنين قدام لتونس؟ معناتها التعليم الديني ما يتناقضش مع العلم، ما يتناقضش مع الفلسفه، ما يتناقضش مع حد شيء. احنا نعرفوا باللي قبل في معناتها في قمه الحضاره العربيه الاسلاميه كانوا في المساجد حلقات نقاش حول علوم الفلك وعلوم الرياضيات وعلوم الفيزياء وكل شيء، كانوا في وسط المساجد. اش معناتها معناتها احنا وخرنا 20 قرن التالي؟ هذا هو السؤال لازمنا نطرحوا على روحنا. فما لا توجست فما عباد ما تحبش الخير للبلاد هذيا، دونك نرجو حتى ايامات التالي دونك الشيء اللي يلقاه الامن من اثنين من الكتب التكفيريه. نعم. التكفيريه في جمعيه سنابل الموجوده في ولايه المهديه. نختموا مع كما قلنا العنوان هذايا، وانه فما اعداد مشروع قانوني يتعلق بالمحاضن ورياض الاطفال سيعرض ان شاء الله في الايام القليله القادمه على مجلس الوزراء قبل احالته على مجلس نواب الشعب لتنظيم القطاع. ممكن هذا البوزيتيف اللي نخرج به امان. نمر الى تقريب الصفحه 10، دونك قبل الصفحه 11 فما الصفحه 10 كذلك مقال انا وامال استرعى الاهتمام نتاعنا بعنوان تونس تحررت جنسيا اي حل لمواجهه الخطر. 14000 اجهاض في المستشفيات و45 ألف في المصحات. في الحقيقة المنطلقة ونقطة الانطلاق نتاع المقال هذايا كان موضوع طرقنا له لهنا أسبوع الفارط في كابوتشينو، وهو النسب اللي أعطتها مديرة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة حبيبة بن عمر التريكي. لوقتها تفاهمت معنا باش تكون عندها مداخلة هاتفية بيان سور، بعد خافت ممكن من عرفاتها وما هزتش علينا التليفون وبعد سكرته. ليسونسيال تقول وأنه 3/4 تلاميذ في السنة الدراسية 2014-2015 إحصائيات دونك تابعة للسنة الدراسية 2014-2015 تقول فيه أنه 3/4 التلاميذ عندهم علاقات جنسية، دونك تقريب 75% الأعمار متاعهم أمال تتراوح ما بين 15 إلى 20 سنة. في المقال هذا وبعد نخليك التعليق، الدكتور رضا كمون رئيس الجمعية التونسية للأمراض المنقولة جنسيا وسيدة عفنا وعفاكم الله يأكد هذه النسبة ويقول لاختاروا أنه الوليدات هذوما سواء ذكور أو إناث ما يعرفوش الصحة متاعهم، دونك تكون نجم تكون عندهم علاقات تسببهم في أمراض المنقولة جنسيا. اليوم مشكل اخر يهم الشبيبه نتاعنا، كيفاش نحلوه؟ مازلت عندنا لي تابو نحكيو ما نحكيوش في هالمواضيع هذيا، ثم كيفاش ترى ممكن اهم الحلول؟ هو ياسين هو عراه باش نكونوا واضحين 14000 اجهاض باش نكونوا واضحين راهو ما هذيا التابو ما كانش تابو قبل. احنا نعرفوا باللي كانت ثم سياسه في كل ما يخص الصحه الانجابيه والجنسيه في تونس، كانت ثم محاضرات في المعاهد، كانت ثم دورات تكوينيه في الجامعات لتوعيه الشباب على مخاطر العلاقات الجنسيه الغير محميه، خاطر لازم نعرفوا بلي الامراض المنقوله جنسيا هي خطيره جدا. معناتها ابار لو فيت انه معناتها احنا العلاقات الجنسيه في سن مبكره هي خطر جدا على المراهقين نتاعنا، على بناتنا، على اولادنا وكل شيء. كانت ثم سياسه ممنهجه في وسط معناتها واستراتيجيه في وسط المعاهد، في وسط الوحدات دور الثقافه كما قلت لك في الجامعات باش يكونوا، وكانوا عندنا لي بير كانت معناتها كانوا يكونوا تلامذه ويكونوا طلبه باش يحكيوا مع اصدقائهم ويقنعوهم بضروره توخي الحذر، بضروره تحمل المسؤوليه، خاطر علاقه جنسيه مش علاقه جنسيه كيكه هكا النتيجه نتاعها قداش من اجهاض وتاثيره على الصحه 14000 اجهاض. وما تنسيش زاده اللي تكمل تولد وتجيب معناتها طفل غير شرعي ونتيجه هذيك على الطفل وعلى مستقبله كل شيء، معناتها هذيا الكل معناتها على غالب الخمس سنين هذوما ما تلهيناش بالحكايات هذوما اللي هما امور مصيريه في البلاد، تلهينا بالشقاشق وبالحكايات الفارغه والشباب نتاعنا ضيعناه. علاه؟ على خاطر ما عادش ثم
هالحملات التوعوية، ما عادش ثم تنظيم محاضرات في وسط المعاهد في وسط الجامعات، ما عادش ثم كل هذا. وتو نتسائل أنا الديوان الوان اف بي اللي هو الديوان الوطني، الديوان الصحة الإنشابية العمران، سامحني وينو عنده 5 سنين به، ما عندنا 4 سنين احنا قاعدنا معطلين توا سنة وينو، خاطر هذوما بيان سور كيف كيف نتائج 4 سنين ضايع في البلاد وحكومات متعاقبه كل وحده عندها لاجندا نتاعها ماهيش لاهيه بالحكايات هذوما. توا وقته باش الديوان يستعيد دوره الاساسي في توعيه الشباب، وزاده كيف كيف ما ننساوش الجمعيه التونسيه لا تي اف بي الجمعيه التونسيه كيف كيف للصحه الانجابيه اللي دورها أنها تقوم بهذا على كامل تراب الجمهورية، مش في العواصم الكل، لكن من أقصى الجنوب لأقصى الشمال، وهي عندها ممثلين عليها في كل تونس. دونك احنا توا كيفاش الشباب هذي لازمك تحكي معاه، لازمك تقول وراه، خاصة في المدارس، خاصة في المدارس. ثم حاجة أخرى يلزمنا نعرفوها زادة كيف كيف، الشبكات التواصل الاجتماعي اللي كيف كيف ردتهم بسطتهم الحكاية، وليت حاجة طبيعية متى نورمال تبدا تتفرج عندك شبكات تواصل الاجتماعية ستمكن الشباب من انه يتصل ببعضه والبناليز. وزيد فما حاجه ما حكيتش عليها، فما ظاهره الانحراف، ظاهره معناتها الانحراف، اش معناتها الانحراف؟ معناتها فما ناس مختصين يمشي للمعاهد ويمشي للجامعات ويختار بنات، فهمت، ويدخلهم في شبكات انت دهارة. اللي هو حاجه مخترع ياسر، يلزم الناس تقف لاولادها، يلزم الوالدين اللي عنده بنات ولا عنده حتى اولاده، خاطر ما عادش نقول راهي الشبكات هذه ماهيش مقتصره على البنات، بربي معناتها يلزمكم تعرفوا باللي راهو حتى الذكور مهددين، معناتها ما عادش تقولوا راهو راجل وما يهمنيش، لا لا، حتى الذكور مهددين، يلزم الاولياء يتلهوا بولادهم ويعسوا أكثر. ما بين سلطة الإشراف وزارة التربية، الجمعيات المختصة، نعم، في المجال هذايا، والإعلام زيدا، والإعلام زيدا. نتعدوا إلى جريدة آخر خبر، طبعا زيدا نرجع إلى جريدة الصريح، لأنه طوى نبعدوا على مسألة مشاكل الشباب في تونس، نمر إلى مشاكل عند بعد وطني وقومي، يتم مسألة الأمن القومي، الإرهاب، تحقيق دونك لايون في جريدة آخر خبر في الصفحة 10 و11، وثائق وبرقيات سرية تكشف، بربي نتبعوا مع بعضنا، هواتف جوالة ومخدرات داخل سجن الناظور والمرنقية وتاكسيفون داخل الزنزانات. عنوان كبير آخر، إمامة واستقطاب وحلقات دينية مطولة وتحريض على العصيان الجماعي واستهداف الأعوان، وأخيرا عصابة لسرقة السيارات داخل سجن الناظور ونسخة من خريطة السجن بحوزة أحد مساجين الإرهاب. عناوين كبيرة تزيد تخوفنا أكثر على الأجواء داخل السجون التونسية، نحكيو على الناظور والمرنقية، دونك حتى الإرهاب قاعد يهدد فينا داخل، نعم، السجون، كانها ولات فياف غاديك بؤرة متاع، نعم، تكوين إرهابيين. سجن الناظور هذي سمعنا ليه عنا سنوات، وما ثم حتى وزير عدل قام بالإجراءات اللازمة، معناتها كينا قدام عجز متاع السلطات لإعادة النظر في تنظيم السجون التونسية. وبالحق اللي متى انا نقدر برشا جريدة اخر خبر، خاطر ديما لي زونكيت نتاعهم، معناتها هما دي زونكيت عندهم دي بروف ويقوموا معناتها بدي انفستيغاسيون، فيهم نسبة محترمة من الحقيقة والصحة، فيهم نسبة بلا. الناظور مشكل كبير بالحق، انا شفت تصاور، انا شخصيا شفت تصاور، ما نجمش نقول على السورس نتاعي، لكن شفت تصاور نتاع ارهابيين يمدوا لهم في تليفونات، معناتها ياخذ في التليفون وهو ينجم يمد يده للشارع، معناتها ثم ممارسات غريبه وعجيبه في سجن الناظور. وسيد وزير العدل بربي من فضله اللي خرج وعبر بكامل الصراحه على الارتيكل 230، بربي يخرج لنا ويحكي لنا على الاوضاع في السجون التونسيه، يظهر لي وقته باش نوقفوا هالليموراجي هذايا. ويلزمنا نعرفوا باللي الارهاب ثم سلاسه يدخل سجين حق عام ويخرج لك ارهابي، معناتها هو يدخل سجين حق عام، متى يدخل مثلا تكيف سيجارو مخدر، بعد ما يدخل السجن يخرج من غادي ارهابي متكون، ومعناتها ديجا مخه
مشي للجهاد. هذا علاش؟ لانه قاعدين نخلطوا ما بين المساجين تاع حق عام والارهابيين، دونك يصير غسل دماغ. يدخلوا معناتها سجان حق عام يخرجوا من غادي جهاديين، نعم يصير غسل دماغ. ومن ويعيشك يا سيد وزير العدل، من فضلك خذ الاجراءات اللازمه. وصاحبي بالسيد اللي البارح كيف تكلم، راهو وقته السيد رئيس الحكومه انك تاخذ الاجراءات اللازمه لوقف هذا النزيف. مواصلين ان شاء الله مع اهم عناوين الصحافه التونسيه باش نواصلوا فيما يهم الامن في تونس. نرجع بعد على تصريح زاد المارد الجزائري اللي حذر من هجوم على قنصليه اوروبيه في تونس، صحيح مش صحيح؟ ومعك في كلمه، وانه انت قلت وزير العدل لازم يوضح الوضعيه في السجون، كيف نجم الغرسلي يزم يحكي على مساله هالصفحه هذه اللي طبعت شويه نحكيوا عليها جوست بعد ما نتبعوا فلاش نيوز مع زميله صفاء قصيره. ما تبعدوش البعيد، هنا راجعين ابقاو مع موسيقى مزيانه برشا المارسيل خليفه. دينا العناوين او اهمها مع جريده الشروق والصريح. نحب في الحقيقه امال نرجع الى عنوان، وانه مساله حكايه هالصفحه الرسميه على شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك للمارد الجزائري. علاش؟ لانه حتى سي نجم الغرسلي قبل اعطى قالوا انه قاعدين نتابعوا في الشخص او المجموعه اللي وراء الصفحه هذه. كيف كان وقت عن اتصال هاتفي مع سي وليد لوغيني المكلف بالاعلام بوزاره الداخليه، قال يا سي ناكد نفس المعلومات اللي قالها سي نجم الغرسلي، ولكن ما نجمش نزيد نعطي تفاصيل وتوضيحات اخرى. علاش نوليو اهتمام في جريدة الصريح في الصفحة 3 والمعلومة دارت تقريبا على الفيسبوك؟ المارد الجزائري يحذر من هجوم على قنصلية أوروبية في تونس، لأنه فما جدية في المعلومات اللي أعطاها سابقا. كان حذر من بعض العمل الإرهابي في تونس على غرار عملية توسا باردو، وصارت كذلك محاولة اغتيال رضا شرف الدين. اليوم اللي نحاولوا نفهموه، ما هالارتيكل صغير، هو معلومة قلت تم تداولها على الفيسبوك، بعض الناس ولات تشك تقول لك فما امنيين توانسه وراء الصفحه هذه، فما امنيين توانسه وديريه. علاش نقعدوا في هال ديما الامالغام هذه؟ على خاطر معناتها باش ساعه ثم جزئين في الجواب. ثم جزء اول هو انه يلزمنا نعرفوا بلي الجماعات الارهابيه والتنظيمات الارهابيه كما توا اخر التنظيم والاخطر اللي هو داعش، راهم عندهم سياسات في الاتصال، سياسات متطورة ومتطورة جدا. معناتها عندهم سياسة أضرب القطوسة تتأدب العروسة، معناتها أما هما بصفة شرسة، معناتها بشراسة كبيرة. دونك المارد الجزائري نجم يكون حلقة من الحلقات أذوكم متاع سياسة الترهيب اللي تستعملها هالجماعات الإرهابية هذية، ينجم يكون بقصد عن قصد أو من غير قصد، أو حاطينه هما في الحلقة هنا نعلموك وأنت تعدي المعلومة هذية. معناتها ممكن جدا تكون هذية هي السياسة نتاعهم. الحاجة الثانية لازم نعرف زاد ياسين بلي راهو وزارة الداخلية وإلا وزارة الدفاع راهم وزارتين، ما همش ولا وزارتين، سمحني في العربية نتكلم بالدارجة التونسية، سامحوني إذا قم بأخطاء نحوية، لكن راهم ما همش نطالبوهم باش يعطيونا في كل مرة بدقة المعلومات. عليه؟ على خاطر ثم معلومات نتاع أمن قومي، وهذا راهو في بلدان العالم كامل هكا. أنا نذكر كنت في مشيت في زيارة لأمريكا. كمل فكرتك ولكن عندي ما نقولك في الموضوع. أي خاطر المشكل ياسين أن في السنوات الأخيرة وليت شو اسمها وزارة الداخلية كي الغرباء، واحد دعم التليفون تعطي معلومات، ليه ما تنجمش؟ مش معقول. عليه؟ على خاطر قد ما تعطي معلومه قد ما العدو نتاعك من الغادي، وانت تعرف بلي ثم حرب معلومات، ثم حرب معلوماتيه قاعده تصير، قد ما العدو نتاعك من الغادي ينجم يستغلها. انا نذكر في البنتاغون ثم مع مسؤول اعلامي عسكري امريكي، وقت اللي بدينا نسأله اللي هو مسؤول على الإعلام على العمليات في أفغانستان، كيف بدينا نسأله في أسئلة بدقة، قال لنا سامحوني وفات الكونفيرونس دو بريس راهي سكرت كملنا. فهمت؟ معناتها راهو ما يلزمناش نتصوروا أنها وزارة الداخلية مطالبة باش تقول لنا كل شيء بدقة.
معك هذا ما فيش حاجة نقاش، ولكن برشة توانسي يقول لك هل أن وزارة الداخلية من غير ما نشكوا بتبيع فيها بالعكس ربي عاونهم ما تمش حجب هالصفحة هذه. بون نعرفوا تكنيك مو سهلة أنه تسكر اليوم صفحة وغدوة نحلك كذا، ولكن إن شاء الله على الأقل تكون فما متابعة، لأنه المعلومات دخل اللي عندي برشة بانيك في التوانسي. المعلومات اللي عندي أنا الصفحة هذه مش من تونس راه، انت ادارتها ماهيش من تونس، معناتها اذا انت ادارتها ماهيش من تونس ياسين معناتها على التيمه ما عنديش سلطه عليها، فهمت؟ دونك ثم حاجات بديهيات، ثم حاجات هو يقول لك كما قال المره الاخرى سي نعمان الفهري قالك احنا نسكروا صفحه اليوم تعاود تتحل غدوه، معناتها مع تقنيه الاتصال هذه الحديثه ما عادش تنجم انت تكونترولي كل شيء، معناتها لكن المهم انه يكون المواطن واعي وانه ما يدخلش لعبه الترهيب اللي تحب تستعملوا الجماعات الإرهابية باش يولي هو يخاف. المواطن التونسي لازم يكون عنده ثقة في المؤسسة الأمنية نتاعو، في المؤسسة العسكرية برغم كل ما يقال على اختراقهما، لكن راهو التونسي في آخر الأمر يحب بلاده، وراهو عندك عندنا مثال بعد نحكيو عليه إن شاء الله، مرت زوجة اللي تقتل أخيرا، الشهيد اللي تقتل أخيرا في القصرين اللي هو نجيب القاسمي، سي نجيب القاسمي الشهيد البطل، خاطر هذيك بطل بالحق، خاطر هو ماهوش دوره طن بعد نرجعوا لها أكيد. اللي قالته مرته واللي قالوه واللي قالوا بوها. على كل باش نختموا مع جريدة الشروق في الصفحة 12 فما برشا عناوين، كذلك في الصفحة 13 الكل عندها بعد أمني، الصفحة 13 في قضية اغتيال الشهيد بالعيد شهادات أمنية متضاربة وتنصل من المسؤولية، نرجع للصفحة 12 في أسفل الصفحة نلقاو إيقاف رئيسي المنطقة والشرطة العدلية يشعل الأزمة، نحكيوا على ضباط وقيادات أمنية غاضبون ونقابات أمن تهدد بعد قرار إيقاف كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة العدلية وضابط أمني بولاية القصرين. دونك النقابات تحتاج على خلفية كما قلنا وقتها إيقاف مجموعة من المهربين وأطنان من السجائر، يظهر وأنه الأمنيين المعنيين بالإيقاف قد يكونوا معناها موارتين في العملية دي، ولكن اللي نحب نختم به كتعليق هو على أعلى صفحة 12 في جريدة الشروق قائمة اغتيالات في حلق الواد، استهداف رجال أعمال ورسالة مشفرة كشفت المخطط الإرهابي، والخبر هذا في الحقيقة من البارح في الليل أمال دار على الفيسبوك. دونك قرر رجل الأعمال فلان بن فلاني، دونك نجم تشريو جريدة الشروق وتشوفوا الاسم ما نعطيوش، أنا نفضل على الأقل بيرسونال مومن ما نعطيش الاسم. رجل الأعمال هو تونسي يهودي يملك مطعم بمنطقة حلق الواد، قرر إغلاق محله إثر إعلامه من قبل وحدات مكافحة الإرهاب بوجود مخطط يستهدف برفقة عدد من التونسيين. دونك اختير وين وصلنا، تعليق ونمشي بعد ان شاء الله. اختير فين وصلنا، كما قلت لك هذه هي سياسة الترهيب، معناتها احنا باقي في نفس التراجكتوار ما تغير حتى شيء، المهم ان زادا احنا ما نلعبوش ما نتيحوش في هالفخ هذية، فخ انهم هما يخوفونا واحنا نتراجعوا، راهم في اخر الامر احنا الاقوى، هذي اللي الناس كل يزمهم يعرفوه، راهو احنا اقوى منهم، وراهم يقعدوا جماعات متشرذمة فيهم كثير من المجرمين، كثير من المجرمين، وراهو في اخر الامر وبخلافا عما يقال انهم قناعات دينية، ثم اللي قناعات دينية لعبوا لهم بعقوليتهم، اما في اكثرهم ثم مصالح متاع مال وثم مصالح متاع سلطة، وهذي هو الاهم اللي يزمنا نعرفوه بسرعة في 5 ثواني. ترى من المنطقي وأنه نوعية الأخبار هذه تخرج في الصحافة وإلا لا؟ أنا يظهر لي الصحافة عندها مسؤولية في أنها تخلي صورة تونس. أمال سمحني، طوى السيدة ذي رجل أعمال تونسي يهودي عنده مطعم ومعروف في منطقة حلق الواد، جي وزارة الداخلية تقول له يا فلان راك مهدد، كيفاش المعلومة توصل تخرج للإعلام؟ هذا شيء وقف المخ. شكون ساق للإعلام؟ رجل الأعمال ولا شهادة أمنية؟ إذا نعرفوا شكون، نتصور صحفيين من مصادر أمنية. فوالا دونك السيد نجم الغرسلي وقتها يلزم
فما مصادر امنيه يلزم يلجم يلجمها شويه خاطر مش معقول تكون غربيل وزاره الداخليه كما قلت قبيله. فما حاجه اخرى الصحافه سبق صحفي زاد فما صحافه بلا سبق تونس صحفي ما يلزموش يكون على حساب تونس بربي زلنا نعرفوا بلي راهي تونس تمر بمرحله دقيقه وعصيبه وراهو السياحه ما فهمك حد وراهو السياحه لا خاطر معناتها يظهر لي زاد عندنا في الاعلام عندنا وطنيين عندنا صحفيين وطنيين وان شاء الله هما يغلبوا البوز خاطر راهو البوز ما يلزموش يكون على حساب وطن خاطر اللي قد في البوز توا الريسك باش ثلاث سنين ما عادش يلقى معناتها بعد ثلاث سنين اذا باش نكملوا هكا ما عادش يلقى الصحيفه اللي باش يقد بها البوز قدر ما يلقاش بلاد والا ما يلقاش بلاد بربي كصحفيين نتحملوا مسؤوليتنا شويه في تحسين صوره تونس. انت تشوف اللي قاعد صاير في مصر يا سي في مصر كل يوم عندك ثم معناتها وحدات ارهابيه. الاعلام المصري برغم المؤاخذات الكل اللي نجموا نكونوا عندنا عليه الاعلام المصري اعلام وطني بامتياز ويقول لك مصر فوق الكل ويزمي نحمي بلادي ونحميها حتى على مستوى الصوره مش كل حاجه تخرج كل حاجه تخرج تحس فما ناس قاعده ماشيه فرد اثنيه في مصر على الاقل في الاتجاه في حمايه بلادهم ماشي موبيليزاسيون في مساله الامن القومي المصري الامن القومي نعم احنا ما عندناش احنا سياسه الامن القومي ما عندناش روح يلزم زاد كيف كيف ثم مسؤوليه الدوله التونسيه في انها تقوم هي اللوكوموتيف هي القاطره في انها تقوم بسياسه اعلاميه تعرف المواطن ايش معناتها سياسه الامن القومي. في دقيقه من زمان تقريبا نمشيو مع ما صار البارح ما بين جماعه لوتيكا وجماعه لو جي تي تي دونك كانت فما جلسه منتظره تقريبا العشيه في مقر وزاره الشؤون الاجتماعيه. بون سمعنا جماعة الاتحاد يقولوا أن وفد لوتيكا جاء مخر وزاد كبرت نفوس بعد ما سمحني الجلسة اللي خلناها دونك باش تحل الأمور في مسألة المفاوضات في القطاع الخاص ما بين مدام وداد بوشماوي وسي حسين العباسي. اليوم من المنتظر فما اليوم ثم اجتماع آخر اليوم الثلاثاء ثم اجتماع آخر بربي نحب نقول حاجة أنه راهو الفاكس اللي يوصل للمسؤولين في لوتيكا حسب المعلومات نتاعي أنا وصل على أساس أنه الاجتماع يبدأ الساعة الخامسة مش الساعة الرابعة ونصف لكن في آخر وقت السيد وزير الشؤون الاجتماعية خاطر كان عنده موعد مع وزير المغربي للشؤون الاجتماعية حب يقدم الموعد وصلت المعلومة مخر للوتيكا وإذك علاش هما جاوا مع الساعة الخامسة والممثلين على المنظمة الشغيلة ما نجموش يصبروا بعد النص ساعة هذيك. أنا اللي مستغربت له وديما نقول المنظمة الشغيلة هي منظمة وطنية بامتياز ديما يقولوها وما نجم حد يزيد على وطنية لو جي تي تي أما بربي يا جي تي تي معناتها من مظاهر وطنية أنك مثالش نص ساعة راهي ماهيش ولا حتى أربع سوايع ماهيش برشا على تونس كانوا ينجموا يستنوا النص ساعة ويبدأوا في المفاوضات. المهم أنا من المفاوضات باش يقع استئنافها اليوم وبربي حطوا في مخكم باللي تونس راهي فوق الكل وماهيش راهو شكون أقوى من الآخر ماناش في عركة احنا في وسط راوند راهو ثم مصالح اقتصادية ثم مؤسسات على المحك ثم مواطن شغل على المحك خديما الناس تنسى تقولك أنا ندافع على حقوق العمال لكن يزمك زادة تحمي العمال هذوك من انهم من نهار اخر تلقاهم في الشارع. هو الاتفاق ينص على انه فما هدنه بشهر من هنا ل 27 اكتوبر يلزم ان شاء الله شهر احنا توا في احنا توا اقل معناتها الاتفاق ينص على من 27 اكتوبر من 27 اكتوبر توفى المفاوضات ما بين الوفدين وفد الاتحاد لايجاد حل. اذا ما لقاوش حل القرار باش يعود متى سيعود للسيد حسين العباسي رئيس المنظمه الشغيله والسيده وداد بوشماوي رئيس منظمه الاعراف ويظهر لي ثم امل كبير ان شاء الله مع انه البارح تم تفادي زاد اضرب نتاع 100 تقريبا 52 اذا الرقم صحيح في صفاقس في القطاع الخاص. نعم. شركه كانت باش تقوم باضرب الكلمه ليك